انتهت بالتعادل السلبي، لكن كريم يحيى لعب 90 دقيقة وتألق برضه بشكل واضح جدا. عندنا نجمنا عمار حمدي، عمار حمدي من اللعيبة اللي أنا بحبها شخصيا، من اللعيبة الموهوبة. لما بشوف عمار حمدي في الملعب بيفكرني بمحمد بركات زئبقي. لعب أول مباراة ليه مع الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وعمار حمدي هو اللي أحرز الهدفين وتألق بشكل واضح جدا، ونتمنى له ان شاء الله يعني مزيد من التألق. ومعانا على التليفون دلوقتي عمار حمدي. ازيك يا كابتن عمار؟ الحمد لله كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ انا بشكر حضرتك كابتن على الكلام الحلو ده، ربنا يخليك. ربنا يعلم انا بعز حضرتك ازاي يعني من ايام وانا حضرتك في المنتخب، يعني ربنا يعلم والله. لا ده حقك يا عمار. يعني قول لنا بقى عن التألق في مباراه الاتحاد السكندري وامام المصري، خاصه انت احرزت هدفين، وخلي بالك انت رايح نادي كبير، نادي يعني عنده جماهيريه كبيره، نادي الاتحاد السكندري. طبعا انا كابتن نادي الاتحاد، نادي كبير، نادي جماهيري. طبعا انا طلبت ان انا اطلع اعاره من النادي الاهلي عشان عايز اظهر بشكل مميز، عشان نفسي ارجع نادي الاهلي تاني، لسه اكون ليا وجود في، لسه اكون في الصوره، نفسي اشارك مع النادي الاهلي. طبعا ده النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا. فاللي انا طلبت منهم ان انا اطلع اعاره عشان يبقى ليا دور يعني الايام اللي جايه باذن الله، يعني على اخر السنه باذن الله. طبعا تحت امر النادي، النادي لو وافق ان انا اطلع اعاره تاني تحت امرهم، النادي محتاجني طبعا هرجع طبعا. ودي روح كويسه جدا منك يا عمار. يعني طموحاتك ايه الفتره الجايه مع الاتحاد السكندري؟ لا كابتن، انا نفسي ان شاء الله يعني نادي الاتحاد يعني نادي كبير ونادي جماهيري، فنفسي يعني ان شاء الله يعني نفنش مركز كويس. يعني هو من اول الخامس، يعني احنا يا كابتن احنا قبل الاخير، بس يا كابتن من اول الخامس لغايه الاخير، يعني لو كسبنا ماتشين هنبقى خامس، محدش ضامن البقاء. تمام، انت مباراه بتكسبها، يعني انت لو انت في المركز اللي يعني متاخر شويه، مكسب مباراه مكسب يعني هتبقى في مركز متقدم في الجدول. عندكم المباراه الجايه مين يا عمار؟ عندنا يوم الاحد بعد بكره ان شاء الله، مع ان شاء الله كده. مع مين؟ وادي دجله. وادي دجله عندكم في اسكندريه صح؟ لا عند بتروسبورت. عندكم بتروسبورت؟ طيب في تواصل مع المسؤولين في النادي الاهلي بعد الاعاره وبعد التالق ده يا عمار؟ يا كابتن، اول امبارح كابتن محمد يوسف كلمني كويس، ونائب على الجونين، وقال لي الف مبروك على الجونين، وخليك ماشي زي ما انت كده، وانت ان شاء الله الاعاره دي تخلص ترجع تاني، خليك ماشي زي ما انت على خطى ثابته، وان شاء الله ربنا يكرمك وترجع نادي الاهلي ان شاء الله. من ضمن اهدافك برضو يا عمار منتخب مصر وانت مع الاتحاد السكندري؟ طبعا يا كابتن، نفسي طبعا اروح المنتخب ان شاء الله، يعني ده اي لعيب صغير حلم يروح منتخب طبعا، اذا كان منتخب الاولمبيا وطبعا ده منتخب الاول. طبعا يعني الواحد يعني نفسه يروح المنتخب، ان هو يلبس حتى التيشيرت، يعني مش يلعب، يلبس التيشيرت طبعا منتخب. ان شاء الله يا عمار، يعني بنتمنى لك التالق مع الاتحاد السكندري كمان، وتروح منتخب مصر الاولمبي، وتروح منتخب مصر الاول. شكرا عمار حمدي لاعب النادي الاهلي المعار الى الاتحاد السكندري، ونتمنى لك ان شاء الله